احنا اللي بندي للناس مساحة ان هم يعملوا فينا كده. ليه؟ لان انا برسم توقعات وتخيلات كبيرة جدا، وممكن اديله مساحة ورصيد ان هو يجي عليا ويبتزني، وممكن يستغلني، وممكن يوجعني، وممكن يجرحني. وطول ما انا متصالح ومتسامح وبعدي وبنفض وما بشغلش بالي معاه، هو هيعرف ان انا ما بزعلش، فهيجي عليا اكتر من كده، وهيصدمني اكتر من كده، وهيتعبني اكتر من كده. احنا كلنا بنحب البحر، وساعات كتير لما بنكون واقفين قصاده بيعلم من نفسيتنا وبيخلينا مبسوطين وفرحانين، بس واحنا بعيد عنه. اول لما بنقرب منه بنخش في الغريق، ممكن نغرق فيه، بالظبط زي مسافة الامان بيننا وبين كل حاجة احنا بنحبها. التعمق الزيادة في حاجات احنا بنحبها بيصيبنا باضرار نفسية. يعني انت تقصد انه الحاجة اللي احنا بنحبها نستمتع بيها من بعيد لبعيد، نسيب مسافة بيننا وبينها، لازم ما ندخلش في الحتة الخطر. يعني حد يجي يقول لي ايه، انا ما اقدرش استغنى عن الانسان ده، انا هموت لو الانسان ده طلع من حياتي، انا الانسان ده هو الهوى والمية اللي انا بتنفسها بيه. طب ما هو ده غلط، حد بيموت ورا حد. كنا متنا ورا اهلنا. صحيح. وغير كده كمان دايما اقول للناس ايه، اتعودوا ما تتعودوش، لان التعود وجع قاتل بيموت الروح بالبطيء.